السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. مصر الحضارة، سلام رمضان. وحمل الدعم المهندس سامي نصر الله، رمز الكتاب. وزي ما قلنا المهندس سامي نصر الله كتاب مفتوح، وبما أننا اتكلمنا عن الكتاب نتكلم عن المعلم الفاضل ومربي الأجيال الأستاذ عنتر حسن، نقيب المعلمين السابق ورئيس مجلس إعمار مسجد التقوى المجاورة 48، ومعانا النهاردة بيدعم المهندس سامي نصر الله، والكلمة مع الأستاذ عنتر حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي وزملائي بمدينة العاشر من رمضان وبالبيس، تحياتي واحترامي وتقديري لشخصكم الكريم. برضو بتكلم معكم النهاردة بصفتي نقيب معلمين العاشر من رمضان السابق ورئيس مجلس إعمار مسجد التقوى بالمجاورة 48. طبعا ولا تنسوا الفضل بينكم، والقول المولى عز وجل: واعطي كل ذي حق حقه. المهندس سامي نصر الله راجل محترم، راجل اعمال بمدينه العاشر من رمضان، مرشح لمجلس النواب 2020 رقم 2، رمز الكتاب. برضو هذا الشخص ماليش بيه علاقه خالص، علاقتي بيه انا تواصل تليفون من الاستاذ ايمن عبد العزيز. الراجل قال لي لو في حاجه للجامع ممكن يساهم فيها الباشمهندس سامي نصر الله. بالفعل احنا مش بنتكلم عاوزين حاجه من حد، احنا بس حماسنا لاعمار المسجد، مش عاوزين حاجه من حد خالص، ومحدش يجيب لنا فلوس. اللي عاوز يجيب حاجه يجيب حاجه عينيه، يعني يقول لنا انت عاوزين ايه ويجيب حاجه ويركبها هو بيده، احنا ما نخش في فلوس من حد. المهم طلبنا طلبات من الباشمهندس سامي نصر الله، الراجل وفى بالوعد بتاعه، وكنا داعمين ليه بقوه في الجوله الاولى، وان شاء الله هندعمه في الجوله الثانيه لوجه الله. يعني راجل ساهم لوجه الله، احنا برضه هندعمه لوجه الله. طبعا تحياتي واحترامي وتقديري لكم جميعا، وبدعوا للمشاركه في الانتخابات، وكل واحد يدي صوته اللي هو عاوزه. يعني انا ما بقولش عشان فلان ينزل تاخد بملي حاجات على حد، كل واحد ينتخب براحته اللي هو عاوزه، بس ينزلوا يشاركوا في الانتخابات علشان نبني بلدنا وعشان عمل بلدنا وعشان نمشي على الطريق الصحيح. تحياتي واحترامي وتقديري لجميع، ما بحبش اجرح في حد، تحياتي واحترامي وتقديري لجميع المرشحين، وتمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. في الجوله الاولانيه كلنا وقفنا مع المهندس سامي نصر الله من ضمن الناس اللي احنا دعمناهم وانتخبناهم، وكان الاستاذ عنتر حسن كان محور هام جدا في مدينه العاشر من رمضان، بما انه كان نقيب المعلمين السابق، وبما له من علاقات حسنه مع زمايله من المعلمين الافاضل في مدينه العاشر من رمضان، اللي هم بيربوا الاجيال ولهم بصمه في كل بيت وفي كل منزل من تعليم الاطفال والشباب. الاستاذ عنتر طبعا راجل النزاهه والشرف والاخلاق، اللي هو طبعا ما بيستناش اي حاجه من حد، حتى مجرد الم ما بياخدوش من حد بيقف لله، وعنده حب للبلد وحب للوطن، وعنده حب للمشاركه المجتمعيه، ودايما ده معروف عنه من نزاهته، سواء ايام ما كان في ديار بنجمه او في مدينه العاشر من رمضان، كان بيقف دايما في الانتخابات سواء مجلس الشعب او انتخابات محليات او انتخابات رئاسه الجمهوريه، دايما بنلاقي الاستاذ عنتر حسن في المقدمه، وبيدعم الناس الكويسه المعروف بنزاهتها وشرفها. كلنا بندعم المهندس سامي نصر الله، وما ننساش رمز الكتاب طبعا من مصر الحضاره، سلام رمضان، للتصدير والتخليص الجمركي. وطبعا مهندس سامي نصر الله صاحب شركات مصر الحضاره للكرتون، ورجل الاعمال الشهير بمدينه العاشر من رمضان. وانا باسم كل زمايلي ونيابه عن نقابه المخلصين الجمارك العاشر من رمضان بندعم المهندس سامي نصر الله، وبنقف جنب منه وجنب كل الاخوه الافاضل اللي مترشحين في مجلس الشعب. وكلنا مش محتاجين حاجه غير اننا كلنا نقف جنب مصر وجنب بلدنا، وكل الشباب ينزل يشارك. قول رايك، قول صح او غلط، بس انزل وشارك وقول رايك ودعم بلدك. استاذ عنتر كلمه اخيره حضرتك للشباب تقول ايه النهارده؟ الشباب يشارك، لان دي قاده المستقبل وبنات الوطن في المستقبل ان شاء الله، وامان عليهم كبير، والرئيس مديهم اهتمام، مؤتمرات ومراكز قيادية هم شغالين فيها، الرئيس يعني مدي أولوياته للشباب، لأن هم دول أمل المستقبل إن شاء الله، وربنا يبارك فيهم. والمشاركة عشان إيه؟ تنتخب الشخص اللي يعبر عنك، الشخص اللي يقدر يوصل خدماتك، اللي يقدر يوصل رأيك للحكومة ويلبي الطلبات المطلوبة، ويقدر يشرع ويقدر يسن قوانين ويقدر يراقب على الفساد ونقضي على الفساد.
السياسة دي سياسة الدولة، القضاء على الفساد. فبدعو الشباب وجميع المصريين المشاركة في الانتخابات إن شاء الله. وشكرا. كل الدعم والتقدير للمهندس سامي نصر الله ابن مدينة العاشر من رمضان وابن دائرة بلبيس وابن البساتين رجل الأعمال الشريف الخلوق. كلنا بننتخب المهندس سامي نصر الله وبندعمه. ما تنسوناش بلايك وشير للقناة والاشتراك في قناتنا وقناتكم مصر الحضارة سلام رمضان. بحبكم في الله وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.